السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا قناة لمة العيلة للشرحات. النهاردة هنشرح مع بعض ازاي نعمل المشروع البحث المطلوب من طلبة الصف الثالث الابتدائي. اولا كده الموضوع سهل جدا، وياريت يشترك فيه ولي الامر مع الطالب. ان شاء الله جميع الطلاب ناجحين ومنقولين للمرحلة التالية. اول حاجة، المشروع لما بنيجي نعمله لازم يكون عندي عناصر انا مجهزها. اهم حاجة نجهزها معانا. بندخل على الموقع ده، هنسيبه في صندوق الوصف. الموقع ده بقدر اجيب منه القوالب الجاهزة اللي هشتغل عليها، وهي نازلة ملفات وورد. كل مرحلة نازل ليها القوالب المخصوص بعمل البحث. الصف الاول الاعدادي بلاقي نازل له 3 قوالب، لان عنده 3 مواضيع يقدر يختار واحد منهم. المرحلة الاعدادية كلها عبارة عن 3 نماذج. اما الابتدائي فالوزارة حطلهم 4 نماذج، لان هم عندهم 4 مواضيع. هنبدأ بالصف الثالث الابتدائي. احنا بنختار القالب حسب الموضوع اللي الطالب هيتكلم فيه. الوزارة لما جات نزلت للصف الثالث الابتدائي حطت الخطوات بالشكل ده، تقريبا موجودة في معظم المواقع الصورة دي، وبرضه هتلاقوها موجودة عندي على الصفحة في الفيس، وهتلاقوها موجودة في صندوق الوصف. اول حاجة الوزارة حددت لك 4 موضوعات تقدر تتكلم في واحد منهم. الوزارة برضه قالت ان الموضوع نقدر نشترك فيه الطالب لوحده او 3 افراد، لا يزيد عن 3 افراد. في موضوع عن السياحة، وفي موضوع عن الطاقة، وفي موضوع عن الصحة، وفي موضوع عن الماء. تحت خالص بنلاقي الارشادات العامة، ان احنا لازم نكتب الرقم التعريفي وبنحط عنوان الموضوع، وفي مقدمة بنتكلم فيها عن الموضوع البحث اللي احنا هنعمله عن الماء، وبعد كده في عناصر الموضوع اذا كان الطالب بيضيف صور، وبعد كده النتائج اللي بيخلص ليها، وفي عندنا المصادر. بالنسبة للمقدمة من 25 ل 20 كلمة، الموضوع من 250 ل 200 كلمة، بالانجليزية هنكتب من 8 ل 10 كلمات. اول حاجة لما بنيجي ندخل على الموضوع الماء بنشوف هم طالبين ايه. بنلاحظ ان الوزارة دمجت اللغة العربي مع العلوم مع الحساب مع الانجليزي في بحث واحد. ازاي؟ البحث بيقول للماء اهمية كبيرة في حياة الكائنات. في ضوء دراستك قم باعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي. اول شيء اللي هو الأساسي عندنا، أهمية الماء للكائنات الحية، الإنسان والنبات والحيوان. وبعد كده بيطلب من الطالب، بيقول له دورك إيه في ترشيد استهلاك المياه. وبعد كده بيطلب منه تصميم لافتة على شكل مستطيل، يعني بنحسب هنا بنشتغل بالحساب اللي هو الأشكال اللي خدها الطالب بأبعاد مناسبة بالسنتيمتر، عشان نقدر بعد كده نحسب المحيط. اللافتة دي هنقول لندعو الناس للمحافظة على المياه باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، سواء الطالب يدرس إنجليزي أو فرنساوي. أول شيء لازم نحتاجه يكون جاهز معانا، قلنا القوالب الجاهزة بعد ما بنحملها بتكون بالشكل ده. أنا هنا بدأت أكتب فيه وهوريه لكم دلوقت. تاني حاجة إن إحنا نستعلم عن كود الطالب. كود الطالب الموقع ده هحطه لكم في صندوق الوصف. بيطلب مني الرقم القومي المسجل في شهادة ميلاد الطالب. وبعد كده بعد ما بنكتب الرقم القومي بنكتب سنة الميلاد بنختارها من هنا، وبعدين بنختار شهر الميلاد، وبعدين بنختار اليوم، وبعدين بنختار محافظة الميلاد اللي اتولد فيها الطالب وفقا لشهادة ميلاده، وبعد كده بنختار النوع سواء ذكر او انثى، وبعد كده بنضغط تسجيل الدخول، بيجيب لي الرقم الطالب واسمه واسم مدرسته للتأكيد. خلاص احنا كده عندنا القالب جاهز وعندنا كود الطالب. بنبتدي ان احنا نجيب مصدرنا. مصدرنا منين؟ المصدر كده كده احنا هنحطه في اخر شيء في البحث اللي هو هيكون في المراجع. انا هنا اخترت ان البحث بتاعي المراجع، انا اخترت البحث بتاعي كله هعمله من الكتاب المدرسي. حتى لو الكتاب المدرسي مش موجود نقدر ان احنا نحمله من موقع الوزارة برضو، وبيكون الكتاب المدرسي معانا بالشكل ده. فاحنا دخلنا على الوحدة التانية اللي هي درس
قطرة ماء، وبدأ الطالب يقرأ معانا مع والده، وبدأ ان هو يستخلص منه النص البحث اللي هو عاوز يكتب منه، وبنحددها في ورقة وبنبتدي نكتبها في هيئة نقط وبنتكلم عنها. طبعا بنراعي الغلطات الإملائية ما تكونش موجودة والفواصل والنقط. بعد كده بنعمل ايه؟ احنا لما بنجيب البحث بيجي بالشكل ده، بنبدأ اول حاجة نتكلم، هنجيب دلوقتي بحث احنا عملناه. البحث بيجيني بقى بالشكل ده متقسم. اول حاجة اتأكد منها ان يكون فوق مكتوب الصف التالت، وان احنا نكون مختارين المشروع الرابع اللي هو الماء، لان الوزارة في عليها المشروع الرابع للماء مش موجود غير بتاع الصف الرابع الابتدائي. بعد كده اول مربع بنكتب عنوان الموضوع، هو جاية جاهزة، بنكتب احنا الماء سر الحياة، او بنختار اسم للعنوان للموضوع كل طالب غير التاني. بعد كده الرقم التعريف اللي احنا جبناه من الموقع بنكتبه هنا. بعد كده بنبتدي ننزل عند المقدمة، اوريكم الموضوع مكتوب بشكل على الملف الورد الاول، هو هنا اهو. بعد كده بنكتب الرقم التعريفي، وبعد كده بنكتب المقدمة بتاعتنا، هي الوزارة محددنا هنا من 20 لـ25 كلمة. هوريكم شكل الملف بيكون ازاي لما بنحمله من على موقع الوزارة. دي الكتب بتاعتنا اللي احنا بنحملها من على الموقع، تالتة ابتدائي هنا، الاوائل بتاعتنا بتكون موجودة هنا. طبعا احنا شايفين ان هو هنا ملف مضغوط، بنفك الضغط عليه بيطلع بالشكل ده. بيجي صفحات المشروع بتاعي عبارة عن 3 ورقات زي كده، نصغر شوية عشان نشوف اكتر. قلنا اول حاجة بيكون مكتوب فوق الصف والمشروع بنتكلم عن ايه، بعد كده عنوان الموضوع اللي انت بتختاره، بعد كده الرقم التعريفي عرفنا بنجيبه منين، بعد كده المقدمة بتكون من 20 لـ25 كلمة، ده نموذج فاضي. بعد كده عناصر الموضوع بيبتدي يكتب من 200 لـ250 كلمة، وبيضيف بيدعم بصور. الصور دي بنجيبها منين؟ بنجيبها من عن طريق الانترنت، بندخل هنا كده على بحث جوجل العادي، وبنكتب مثلا ترشيد الماء، وبدل ما اختار الكل بنختار صور. لما بنختار صور في جوجل بتفتح لي الصور بالشكل ده، ببتدي احمل اي صورة منهم انا بختارها واخزنها عندي في الجهاز، وبعد كده بضيفها للمشروع عندي. نرجع تاني هنا، خلاص بنضيف الصور اللي الطالب بيختارها. بعد كده بنبدأ نكتب الموضوع بتاعنا في الجزء ده وفي الجزء ده، وفي الاخر بنقول النتائج اللي هي مثلا نكتب فيها حط فيها صورة المستطيل، او للطالب النتيجة اللي طلع منها من البحث ان المفروض ان احنا نرشد استخدام المياه، وبنكتب المصادر بتاعتنا احنا استخدمنا الكتاب المدرسي. نشوف بقى ده بعد ما بنخلص هنا في الوورد، بنروح عند كلمة ملف اللي فوق دي، وبنختار حفظ باسم، ولما بنيجي بنحفظ بنكتب اي اسم احنا عاوزينه هنا، بس في الخانة التانية اللي تحت بنختار PDF، PDF عشان يطلع لي بالشكل اللي هو ده. يعني ملف ما نقدرش ان احنا نعدل فيه ولا نكتب فيه تاني. خلاص كده احنا كتبنا العنوان، وكتبنا الرقم التعريفي، الكود اللي واخده الطالب، وكتبنا المقدمة من 20 لـ25 كلمة، وعناصر الموضوع جبنا صورتين بيتحسوا على الاهتمام بالماء والمحافظة عليها. وبعد كده دخلنا في الموضوع بتاعنا وكتبناه ونسقناه، واهتمنا بحاجة زي الفواصل، واهتمنا بالنقط في نهاية الجمل. بعد كده بنكمل ازاي ترشيد الماء زي ما البحث كان طالب، وبعد كده عملنا هنا لفتة اهي بشكل مستطيل، وحاولنا نوضح ان ده مستطيل مكون من ادي 1، 2، 3، 4 بالعرض و10 بالطول. اصبح عندي بكتب له القانون بتاع محيط المثلث اللي المستطيل، محيط المستطيل اللي الطالب درسه عندي اللي هو الطول زائد العرض في 2، وبعوض عنه هنا بالارقام بيطلع 28 سنتي. وبعد كده بكتب الكلام الجملة اللي هو عاوزها بالعربي، وبحاول ان انا اجيب ترجمتها بمساعدة ولي الامر،
بالانجليزي وبنحطها في شكل لوحة تتعلق في المدرسة او لوحة ارشادية. وبعد كده بنكتب المراجع، بنكتب ان احنا خدنا من الكتاب المدرسي في اللغة العربية درس قطرة ماء صفحة 36 ودرس النيل بلادي صفحة 42 زي ما احنا شايفين هنا موجود الكتاب المدرسي اهو، وده رقم الصفحة بندرجه. وممكن نكتب اي مصادر تاني احنا جبنا منها، سواء جبنا من الانترنت او من المكتبة الرقمية، كل ده بندرجه عندنا في المراجع البحث. الموضوع سهل جدا ومش مستاهل ان الناس تدفع عليه فلوس توصل لحد من 20 جنيه و100 جنيه واستغلال. الموضوع اسهل مما يكون، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، وارجو ان اكون افدتكم. اي رابط موجود في الموضوع هتلاقوه موجود في صندوق الوصف، واي استفسار معاكم في التعليقات. شكرا لكم.